فما نرى عصرنا عصر يحزن عليه ويعني يبكى عليه من أجل قلة أهل الخير وقلة المستمعين إلى الخير. وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمل فتنجو من البلاء، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. لنفسي إلى الله من استهدى إلى الله وحده، وكان له القرآن شربا ومغسلا، فطابت عليه أرض فتفتقت بكل عبير حين أصبح مفضلا. فطوبى له والشوق يبعث همه، وزند الأسى يحتاج في القلب مشعلا. هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا. يعود جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعالا. يرى نفسه بالذم أولى، هذا هو حق المؤمن، أن يذم نفسه ولا يذم ولا يعيب إخوانه. يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تعلق من الصبر والآلاء. لعل إلى العرش يا إخوتي يكي جماعتنا كل المكاره هولا، ويجعلنا من يشفع كتابه له. فهكذا يعني يقول سيرز الأماني صفات حامل القرآن، صفات حامل القرآن. حامل القرآن سواء كان حافظا له أو عاملا به، كل حامل القرآن ينبغي أن يكون على هذه الصفات، دائما متواضعا ودائما لينا لإخوانه، لينا لمن فوقه ولمن تحته ولمن هو مثله. فهذا هو المطلوب من كل أحد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب والرشد، وأن يجعلنا على الصراط المستقيم، وأن يهدينا يعني لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آمين.